أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في الجزمة إذا لم يمسح إلا على الشراب؟ وهل يمسح على الشراب ثم على الجزمة؟ إذا بدأ المسح على الشراب فإنه لا بد من مواصلة المسح عليها، ولا يجوز المسح على الجزمة. أما إذا بدأ المسح على الجزمة فإنه يمسح على الجزمة حتى يخلعها، فالعبرة بما بدأ المسح عليه من الشراب أو الجزمة. وتجوز الصلاة في النعال والصلاة في الخفاف إذا كانت نظيفة، إذا كانت نظيفة وطاهرة تجوز الصلاة فيها، خصوصا إذا كان ملزما بلبس الجزمة مثل الجنود ملزمون بلبس الجزمات أثناء العمل يصلون فيها إذا كانت نظيفة ولا تلوث المسجد وطاهرة لا تخل بالصلاة فلا بأس.